لنقاش تفاصيل الملف السوري. ينضم إلينا الكاتب الصحفي السوري خليل المقداد عبر الهاتف من الدوحة. أهلا بك أستاذ خليل. أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. عليكم السلام أستاذ خليل. أبدأ معك من القصف العنيف على الغوطة، برأيك ما الجدوى من اتفاقية خفض التصعيد والتوتر التي تشمل الغوطة التي تقصف وضحايا اليوم 18 مدني؟ يعني هذا هو استمرار لمسلسل التسويف والمماطلة وإفساح المجال لنظام الأسد وروسيا كي يخضعوا الشعب السوري بالمجازر وبالمؤتمرات والتسويات، وهذا هو ما جنته الفصائل على هذا الشعب المسكين الذي وثق بها. لم نشاهد أي التزام بأي مناطق خفض تهدئة أو خفض تصعيد، لم نشاهد إفراج عن معتقل واحد، لم نشاهد تطبيق لأي من الاتفاقات التي عقدت، إنما هي كل ما يجري تنفيذه أو اعتماده هو استسلام يجر استسلاما يجر استسلاما، بينما قادة الفصائل نائمون لا علاقة لهم بما يحدث على الأرض ومنفصلون عن الواقع تماما، وهذا أمر يدعو للاستغراب. يعني أنت قد تكون قرارك مرتهن لجهة ما، ولكن لا يمكن لك أن تضحي بمئات ألوف الناس من المعتقلين والشهداء والجرحى والمهجرين. يعني هذه ما يحدث مصيبة، فعلا مصيبة وكارثة إن لم نستيقظ وننتبه لما يحدث. نعم. هذه المصيبة والكارثة الإنسانية كما وصفتها أستاذ خليل، ربما تحدث عنها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من خلال تصريحه بأن واشنطن تلعب بالنار وتهدف لتقسيم سوريا. كيف تقرؤون هذا التصريح ونحن نعلم دور الروسي في سوريا على الأرض؟ يعني نحن نعلم أيضا أن روسيا تسمح، أمريكا عفوا، الولايات المتحدة تسمح لروسيا بأن تلعب الدور المرسوم لها في سوريا، وإلى حدود ما وبحيث لا يتعدى حدود المسموح، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة مع وصول ترامب إلى السلطة يهمها الاستيلاء على مناطق الثروات النفطية، وهذا هو ما صرح به ترامب في أكثر من مناسبة. يعني يريد الاستيلاء على الموارد الطبيعية، وهو الآن يسيطر على الشمال وشرق سوريا، شمال شرق وشرق سوريا، المناطق الغنية بالبترول. وربما أستاذ خليل هو تقسيم للكعكة في سوريا، حيث طلب بالمقابل من المستشار خامنئي طلب بعقد اتفاقيات طويلة الأمد تماما مثل ما عقدتها روسيا قبل أشهر لتعويض ما وصفه ما أنفقته طهران في الحرب. إلى أي مدى نقول أن فعلا يعني طهران تريد تقاسم الكعكة مع موسكو في ظل التغول الإيراني بسوريا أيضا؟ يعني إيران للأسف كان الجميع يبحثون عن مصالحهم الاقتصادية والمالية والاستراتيجية والجيوستراتيجية ويحققونها، سواء روسيا، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، حتى الدول الإقليمية، لكن للأسف إيران كانت تعمل وفق أجندة دينية بحتة، كان همها مقاتلة يعني أحفاد كما يسمونهم، أحفاد معاوية ويزيد، هدفها ديني، وبالتالي الآن شعرت أنها قد تخرج من المولد بلا حمص، وهذا ما دفعها لهذا التصريح. لكن أعتقد أن إيران لن تحصل على شيء، لأن روسيا والولايات المتحدة وأطراف إقليمية ودولية كثيرة تتنافس في سوريا، وهذا سيكون ربما الشرارة التي تولد الانفجار الكبير بين هذه الأطراف المؤثرة أو اللاعبة على الساحة السورية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ خليل مقداد، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة.